تحية أخيرة للزملاء اللي عملوا الصفحة بتاعت علشان لما تيجي ما تفاجئش، لأنه ده هو أحسن شكل مبتكر وأحسن أسلوب حديث للرقابة الشعبية على المنشآت الصحية أو على أي منشآت. إحنا بقالنا سنين بنقول عايزين رقابة شعبية، في غياب برلمان وفي غياب مجالس محلية منتخبة مفيش رقابة شعبية منظمة. لجنة حقوق المرضى اللي طلع بيها قرار وزاري أيام الدكتور فؤاد نواوي لم تفعل بشكل حقيقي في نسبة عالية من المستشفيات، وبالتالي ده أسلوب مبتكر، وأنا بحيي الناس اللي عملوا الصفحة دي وبشكر حضراتكم على مجيئكم. ألف شكر.